وفقا لتقرير ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، فقد اكتسبت الصين مكانا بين أفضل 10 محسنين عالميين لهذا العام، وهذا بفضل عام من العد القياسي والعدد القياسي للإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقال التقرير إن الصين نفذت أكبر عدد من الإصلاحات خلال العام الماضي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ونتيجة لذلك فقد قفزت الصين إلى المركز 46 من التصنيف العالمي بعد أن كانت في المركز 78 العام الماضي. وقال بيرت هوفمان مدير شؤون الصين في البنك الدولي إن جهود الصين تشير إلى القيمة التي تضعها الحكومة على رعاية ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة.